بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، النهارده هقول لك علاج الإسهال الأبيض. كشاشان، الرعشة، فراخك بعد الأسبوعين ممكن يحصل لها إسهالات بيضة ورعشة وكشاشان، وتلاقيها بتتكش وبتتجمع في أماكن. تيجي تبص على مخرج الفراخ كده من ورا تلاقيه مجير زي ما أنت شايف كده، لقيت الشكل اللي أنت شايفه ده، يبقى أنت الحل معاك سهل وبسيط جدا. هستعمل 3 سنتي على لتر المية لمدة يومين بالليل أو بالنهار، يا بالليل يا بالنهار، 3 سنتي على اللتر لمدة يومين، صدقني هتلاقي نتائج مبهره، نتائج ممتازه جدا. مشكله الاسهال الابيض اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه، بص الفرخه كويسه وكل حاجه وبتجري زي الفل، بس المشكله في حاجه مش بيد معايا اعلى نتيجه. انا زي ما قلت لك واتفقت معاك، بص كده عندي جديده دبابات مش فراخ، بص كده، بص كده الفراخ عندي عامله ازاي، بص الفراخ عامله ازاي. انا وصلت للشكل والفراخ اللي قدام منك دي ازاي؟ من خلال ان انا عملت برنامج رعايه وتربيه للفراخ كويس جدا، زائد اشتغلت باعشاب كويسه ومناسبه في العلف وفي الميه، زائد ميكسات الادويه الطبيعيه اللي كنت بستعملها عشان خاطر تحفز معايا النشاط ونمو الفراخ، طلعت بالنتيجه اللي قدامك كده. ده بص كمان على الشاشه شايف الاوزان، اقل وزن عندي بيبقى 2 كيلو ونص 3 كيلو، عمر 32 33 يوم. ازاي بنوصل للاوزان دي؟ الموضوع مش اختراع ولا الموضوع صعب، الموضوع سهل وبسيط وابسط ما يكون. بس كل اللي عليك اعزائي المشاهد انك تحاول تتعلم، انك تحط في دماغك لما تيجي تبحث عن مشكله على اليوتيوب بلاش تسمع مشكله وعلاجها. يعني انا النهارده هقول لك علاج الاسهال الابيض، واحاول اخلي وقت الفيديو قصير، بس انا كل اللي محتاجه منك انك تتعلم لنفسك عشان خاطر بعد كده، عشان تبقى عارف يعني ايه اسهال ابيض، عارف يعني ايه، عارف يعني ايه الفراخ تلاقيها مجيره زي ما انت شايف كده، يبقى انت عارف المشكله دي جت منين وسببها ايه والدنيا رايحه فين وجايه منين. اعزائي المشاهدين، اغلب سبب الاسهال الابيض حاجه اسمها السالمونيلا. السالمونيلا هي بتعمل اسهالات بيضة، ممكن تتنقل عن طريق العلف او الميه. علشان كده دايما لو عندك ساعات اوتوماتيك او ساعات يد زي كده تغسلها يوميا، مستوى العلفات يبقى عالي، تحط علف اول باول، ما تجيبش علف من فراخ قديمه عندك او علف من دورات قديمه او علف عند واحد صاحبك كان عنده عنبر وتجيبه تنزله عنبر بتاعك، كل دي مشاكل تعمل معاك سالمونيلا وتعمل معاك اسهالات. وكمان احيانا السالمونيلا يا جماعه الفرخ بيكون واخدها من الام، يعني ايه؟ يعني ممكن ما يكونش جت من عندك اصابه من عندك، لا ممكن يكون الكتكوت كان جاي بيها. عشان كده بقول لك ايه، اختار مصدر كتكوت كويس، حاول تجيب الكتكوت من مصدر ثقه، حاول تستنضف في الكتكوت. ايه يعني اغلى جنيه؟ اغلى 2 جنيه بس في الاخر هيبني معاك، ده حجر الاساس بتاعك الفرخ، فعلى قد ما تقدر مش تسترخص فيه. اعزائي المشاهدين، نقول بقى العلاج بتاعنا عباره عن، العلاج بتاعنا من الصيدليه البشري، سعره تقريبا 15 جنيه ولا 16 جنيه، حاجه اسمها فلاجيل. هو يا جماعه خد سكرين شوت وروح صيدليه بشري قول له عاوز العلاج ده ب 15 جنيه وب 16 جنيه، حطه 3 سنتي على اللتر، اجيب معاك نتائج ممتازه. ليه؟ ليه بالذات الفلاجيل؟ لانه عباره عن ماده فعاله المترندازول. المترندازول دي ممتازه 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 كمطهر وعلاج معوي ممتاز، كمان هيظبط معاك نمو الكوليستريديا، يعني نمو الكوليستريديا هيقل معاك، فبالتالي هتلاقي عندك اوزان، هتلاقي عندك الجهاز الهضمي بقى كفاءته 10 على 10، مفيش اسهالات، الاسهالات البيضاء خفت، الرعشه والكشاشان قل، وامورك بقت زي الفل. خلال علبه ب 15 جنيه تعمل معايا 50 لتر ميه، تظبط معايا الدنيا عليك. هل الموضوع صعب؟ هل الموضوع اختراع؟ هل الموضوع تكلفه؟ لا، الموضوع على قد ما نقدر انك تشغل دماغك. انا على قد ما اقدر بحاول اشوف ارخص حاجه في السوق تجيب معاك اعلى نتيجه، لان تربيه الفراخ مكلفه، فعلى قد ما اقدر كل ما اقلل في التكاليف بتاعتي كل ما احصل على ربح عالي. ده طبعا جهد وبياخد مننا جهد ووقت، المعلومات دي مش من القهوه بالسهل ولا بنوصل الحاجات دي بالسهل. فاتمنى من كل قلبي انك تشجعني بلايك جميل للفيديو، تحت الفيديو كلمه اشتراك باللون الاحمر، اضغط عليها واشترك معايا في القناه. اعزائي المشاهدين، هاخد من وقتك 10 ثواني، اعمل لك عرض اسمه عرض متابعه، بتابع في دوره الفراخ بتاعتك من عمر يوم حد البيع، ده بيكون بمقابل مادي بسيط جدا. لو انت حابب تتابع انا معايا شخصيا على الواتس، وانا بكلمك كل يومين كل 3 ايام، هنعمل كذا، انت هتعمل كذا، في مشكله عندك، في نافي، في فراخ بتموت، في سلات بتصورها لي دكتور محمد، اتصرف ازاي، اتعامل ازاي، كل الكلام ده ببقى على الواتساب. نظام المتابعه بمقابل مادي بسيط جدا. حابب تشترك معايا في عرض المتابعه، ابعت لي رساله على رقم الواتس اللي ظهر قدامك على الشاشه، سواء انت جوه مصر او بره مصر. اتمنى كل حبايب قلبي التوفيق. ولو انت عندك مزرعه في نطاق محافظه الاسماعيليه ومحتاج اشراف فطر لمزرعتك، برضو كلمنا على رقم الواتس اللي ظهر قدامك على الشاشه، بنحاول نسهل ونبسط المعلومه على الناس. فاتمنى انك تشجعني وتساعدني ان احنا نكمل في السلسله اللي شغالين فيها، بانك تعمل لايك جميل للفيديو. واهم من كل حاجه اعزائي المشاهدين، دكتور محمد بيتمنى من كل قلبه ان كل واحد بيسمع الفيديو ده ينزل في الكومنتات تحت يصلي على سيدنا النبي في كومنت، اتمنى لكم التوفيق. استنى بقى الفيديو الجاي هعمل لك توقعات اسعار الفراخ ايه. كل فتره بنحاول ننوع في مجال الانتاج الدجين بصفه عامه، فان شاء الله مش خليك محتاج حاجه فيه. يا ريت يا ريت يا جماعه نصلي على سيدنا النبي وتدعي دعوه طيبه من قلبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.